كلمة انجر انجري انجري هي أصلها جرح ضرر أذى إصابة. هل هي positive negative؟ طبعا جرح أذى إصابة ضرر واضح. لا تحفلن من الجراح بقية إن البقية في غد تلتام، ولكن جرح الأحبة عندي غير ذي ألم. نعود إلى الجرح انجر يجرح انجر انجري جاية من اللاتيني جي يو آر دي ليها علاقة بالقانون والحق، فهي بالنفي injury يعني أكنها عدم الإنصاف وعكس العدل عكس العدالة، أكن الواحد ظلم نفسه. فinjury أذى ضرر إصابة، ولذلك لما نشيل الـ IN من JUR هتلاقوا كلمات لها علاقة بالقانون. بصوا على jurisprudence اللي هو فلسفة التشريع أو الفقه، أو كلمة jurisdiction سلطة القضاء، هاتوا كلمة juridical اللي هو العلاقة برضو بالقانون، وهكذا justice العدالة، injustice الظلم، زي injury اللي هو الأذى والضرر والجرح. والجميل ممكن نفتكرها ان الاثنين فيهم الجي ار جرح